السلام عليكم شباب، اهلا بكم في قناه مستر وائل للبيولوجي. ابنائي وبناتي طلبه الصف الاول الثانوي الترم الثاني، خلصنا اول فور كينجدم في وايت تيكر كلاسيفيكيشن. خدنا كينجدم مونيرا، كينجدم بروتيستا، كينجدم فانجاي، اند كينجدم بلانتي. قبل ما نشرح كينجدم انيماليا اللي هي شابتر 3، نعمل كده تيست صغير علشان ان شاء الله كده يبقى الاربعه ليفنج اورجانيزم كينجدم دول مهضومين بالنسبه. اتمنى ان الاسئله تكون سهله وكلكم تحلوها صح، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اتفضلوا يا شباب. In this figure, living organism X share living organism Y in all of the following except. قبل ما نقرا الاختيارات، living organism X ده يا شباب التريبانوسوما، وليفنج اورجانيزم Y ده الداي اتومز. طيب هم بقى متشابهين كده او شير في كل الحاجات الاتيه ما عدا ايه؟ The mean of locomotion ده بيتحرك بفلاجيلا، وده بيتحرك بايه؟ ما قالش في المنهج، اوكي؟ فبالتالي ماشي، هم مختلفين في هذا. النمبر اوف سيل ده يوني سيلولار وده يوني سيلولار. التايب اوف نيوكليوس ده يوكاريوت وده يوكاريوت. الكينجدم اللي تابع ليها الليفنج اورجانيزم ده كينجدم بروتيستا وده كينجدم بروتيستا، فانا مضطر اختار زمين اوف لوكوموشن. صح يا شباب؟ اوكي. طيب in the opposite figure, living organism X share living organism Y in ده الباراميسيوم وده اليوني. طيب ان بينج فروم فايلم بروتوزوا، انا عايز الحاجه بقى هنا المتشابهه، ها ليفنج اورجانيزم اكس شير ليفنج اورجانيزم واي ان، هما الاثنين في فيلم بروتوزوا. الحقيقه ده فيلم بروتوزوا وده فيلم يوجلينوفايت، الاجابه دي غلط. طيب بينج اوتوتروفيك اورجانيزم ده اوتوتروفيك، ماشي ده مش اوتوتروفيك، فالاجابه غلط. ار ايوكاريوتيك ده ايوكاريوتيك وده ايوكاريوتيك، اجابه صحيحه. موفينج باي سيليا ده في سيليا، انما ده في فلاجيلا او فلاجيلا واحده، اوكي. فبالتالي الاجابه سي هي الصح. اوكي فروم يور اكزامينيشن تو ذا اوبزيت ليف ات مي بي لونج تو، طبعا شايفين شكل الليف هي نار ولونج اهي، والفين دي شيب ماله ار بارلل تو اتش اذر اهو على طول، دي طبعا مونو بوتيليد في انشيوسبيرم او في الفلاورنج بلانت، صح كده؟ فالاجابه بيقول لك مونو بوتيليدون في انشيوسبيرم، احنا لسه قايلين ان دي الاجابه الصح، نتاكد ان الباقي غلط. الفيرنس دي اللي فيها بنيت ليف كده وفيها سوراي من تحت، فطبعا مش الشكل ده خالص. دايكوتيليدون ان جيمنوسبيرم بتبقى الفيند بالميتد كده شكل الايد، قلنا الجيمنوسبيرم بتبقى نيدل لايك شكل الابره كده، ومفيش الفيند ده خالص، فبالتالي الاجابه ايه؟ هي الصح. تمام يا شباب؟ اوكي. All the following characteristic make the higher algae belong to kingdom plenty except that. يعني كل اللي جاي ده خلى الهاير algae يبقى تبع kingdom plenty ما عدا ايه؟ ما عدا ان هم characterized by presence of cellulose cell wall، طبعا اي green plant عنده cellulose cell wall مش هختار هذا الاختيار. They contain vascular tissue، دول هاير algae ما عندهمش vascular tissue اصلا، دول very simple plant. فبالتالي لا هم ما عندهمش دي، نتاكد بس ان سي ودي صح. زي ار اوتوتروفيك، طبعا هم اوتوتروفيك عندهم جرين بلاستيد. زي كونتين كلوروفيل انزير سيل، ما دام عندهم جرين بلاستيد يبقى جرين بلاستيد فيها كلوروفيل، فالاجابه بي هي اللي هيتم اختيارها. تمام يا شباب؟ اوكي. اون اكزامينج ا دروب اوف فريش ووتر، اوكي فروم بوند، جبنا كده دروب فريش ووتر من ووتر في بوند كده، شفنا ايه؟ شفنا يوني سيلولار ليفنج اورجانيزم موز فاوند، بس الليفنج اورجانيزم ده بيتحرك بايه بقى؟ موفينج باي سيتوبلازميك اكستنشن. خلاص انا عرفت هو قصده ايه طبعا. سو ات از اكسبكتد ذات ليفنج اورجانيزم بيلونج تو، طبعا هو بيتكلم على الاميبا، صح كده؟ الاميبا دي بقى هي تبع او بيلونج تو مين؟ كلاس ساركودينا ولا كلاس سيريفورا ولا فيلم كريزوفايتا ولا فيلم بايروفايتا؟ قلتوا الإجابة خلاص إنها في كلاس ساركودينا في فيلم بروتوزوا، الإجابة إيه يا شباب؟ صح كده؟ أوكي. طيب the reason which proves that eubacteria belong to kingdom monera is، إيه السبب الحقيقي اللي خلاني أحط الإيوبكتيريا تبع كينجدم مونيرا؟ أوكي. the absence of blastid from their wall، ده السبب اللي أنا حطيتها في كينجدم مونيرا؟ ولا الابسنس اوف بكتين فروم زير سيل وول، هل هو ده السبب؟
ولا that they are unicellular organism هل هو ده السبب ولا the presence of their genetic material in cytoplasm يعني بين قوسين كده بروكاريوت. الحقيقة طبعا هو ده السبب اللي انا خلاني الاجابة دي يعني هو ده اللي خلاني احط الايوبكتيريا في كينجدم مميرة. الاجابة يا شباب ان ما عندهمش نيوكليس يعني الجينيتك ماتيريال سويم او فلوت in cytoplasm صح كده تمام يا شباب. اوكي which of the following living organism doesn't produce spores البنسيليوم ولا البوليسيفونيا ولا البلازموديوم ولا المشروم فانجس مين في دول ما بيطلعش سبورز يا شباب؟ طبعا البنسيليوم بيطلع سبور كونه فانجس البلازموديوم كونه فانجس بيطلع سبور المشروم كونه فانجس بيطلع سبورز البوليسيفونيا من الهاير الجي ما بيطلعش سبورز تمام يا شباب. اوكي From the characteristic of fungi is that they are autotrophic organism كل الفانجاي هيتيروتروفيك يا شباب. اوكي اجابة غلط. They are from prokaryotes كلهم eukaryotes يا شباب. اجابة غلط. Their cell wall consists of chitin ايوه كل الفانجاي السيل وول بتاعهم معمول من chitin. They are mobile كل الفانجاي immobile اجابة خاطئة. مفيش كلام صح يا شباب غير C. تمام؟ اوكي. تريبانوسوما ويوجلينا and most of بايروفايتا بايروفايتا دول اللي هم الدينو فلاجيلاتا are similar in طيب being autotrophic تريبانوسوما دي بارازيتك وكيف هم التاني مش خلاص ما واحد فيهم وقع تمام moving by فلاجيلا دي moving by فلاجيلا واليوجلينا moving by فلاجيلا والدينو فلاجيلاتا فيها اتنين فلاجيلا فهو دي اجابة صح لغاية دلوقتي. طيب live in fresh water التريبانوسوما دي بارازيتك بتعيش في البلد بتاع الانفكتد بيرسون فبالتالي لا اجابه غلط سي containing red pigment التريبانوسوما ما فيهاش red pigment ده البايروفايتا بس اللي فيها red pigment يبقى هم كلهم similar ان هم move by flagella الاجابه بي تمام. اوكي living organism is characterized by being multicellular وimmobile and having cell wall composed of cellulose على طول كده بتكلم على حاجة في البلانت كينج صح كده this living organism belongs to kingdom خلاص احنا جاوبنا الإجابة plant kingdom طبعا او kingdom plantي أعمل ان الفور كينجدم اللي احنا خدناهم حتى الان في كلاسيفيكيشن اوف ليفنج اورجانيزم يكونوا سهلين ومفهومين هندخل بعد كده في شابتر 3 ارجو ان اول اربعه كينجدم كده اللي احنا خدناهم يكونوا مهضومين لان كينجدم انيماليا اللي هناخدها في شابتر 3 هي كبيره وفيها فيلا كتيره وفيها كلاسيس كتيره وهناخدها بالديتيلز اكتر من اي كينجدم خدناها. اتمنى لكم التوفيق دائما الى ان نتقابل على خير. السلام عليكم.